إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفوض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، رمضان بين الوداع والانقطاع، هذا هو موضوع لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وكعادتي حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجام، فأسهب في هذا الموضوع معكم وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي في هذه الخطبة على محورين اثنين أصل من خلالهما إن شاء الله عز وجل إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. أولا، سر سقوط المسلمين بعد رمضان. ثانيا، عوامل الثبات. فأعيون القلوب وأذان القلوب، لا أقصد أذان الرؤوس، إنما أقصد أذان القلوب جيدا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذهب رمضان بأنفاسه الخاشعة، ذهب رمضان بنفحاته الكريمة، ونحن في رمضان الماضي هذا لم نصلي رمضان في العام الذي قبله، ولم نصلي العيد أيضا في العام الذي قبله، فأكرمنا الله عز وجل بأنفاسه الخاشعة ونفحاته الكريمة، ولكن وداعا رمضان ولو عتاه وغوبتي وهواني، بوداع محبوبي وحلم جناني، ما بين أشواقي إليه ولوعتي بفراقه قد ذاب نبض قياني. بالأمس
غوضت القلوب وأشوقت في الخافقين بشائر وتهاني واليوم ولولت القلوب وأظلمت دنيا الأسى يا حيرة الحيران هل الحبيب وفجأة ولى الحبيب وبينها لم تمض غير ثواني الشمس تصرخ والنجوم تصيح والدنيا تنوح وسائر الأكوان تبكي المآذن والمساجد والشوارع والبيوت لفقد خير زمان تبكي الحياة تبكي الحياة تصيح لا تنقضي يا آخر الساعات من رمضان وأنا الذي لم أحيا إلا فيك عمري كله شهر قصير فاني وإذا سألتم كيف أحيا قلت روحي في ندى الأرواح في القرآن أما دمي يا صاحبي فإنما يجري هوى رمضان في شرياني وهداء أنفاسي وزادي نوره والذكر فيه كوثر الظمآن وصيامه وقيامه ماء الحياة وظله حريتي وأماني لا تحرموني اليوم من حريتي لا توثقوا قيد الأسير العاني لا تنزعوا روحي لا تنزعوا روحي بختم تلاوتي روحي بذكر الله بالقرآن أيامه طوق النجاة فلو مضت لغرقت في بحر من الأحزان يا إخوتي ما العمر إلا ساعة فلتدركوها قبل فوت أواني يا إخوتي ما العمر إلا ساعة فلتدركوها قبل فوت أواني لا تبطلوا أعمالكم لا تهلكوا أعماركم في طاعة الشيطان بالله لا تذروا المساجد خاويات من جموع الخير يا إخواني بالله لا تذروا المساجد خاويات من جموع الخير يا إخواني لا تهجروا القرآن لا تهجروا القرآن دستور العلا فالذل والخسران في الهجران أختاه لا تدع الحجاب ولا تخوني لا تبيع الفوز بالخسران كونوا عبيد الله جل جلاله لا أهل دنيا لا عبيد زماني هذا هو الذكر الحكيم سمعته للنار تسعى أم لخلد جناني عظمت غزايانا عظمت مصائبنا بفقد الشهر والعظمى رحيل المصطفى العدناني عظمت غزايانا عظمت مصائبنا بفقد الشهر والعظمى رحيل المصطفى العدناني يا رب فارحم وارض عنا كلنا يدعو ويرجو الفوز بالريان يا رب فارحم وارض عنا كلنا يدعو ويرجو الفوز بالريان يا رب جدد عهدنا بحبيبنا ونعوذ بالرحمن من حرماني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام أيها الأفاضل من المنتظر أن أتحدث مع حضراتكم عن أسباب الثبات بعد رمضان أو عوامل الثبات على الطاعة بعد رمضان أو الاستقامة على الطاعة بعد رمضان أو المداومة على الطاعات بعد رمضان لكن قبل أن أقول ذلك لأن كثيرا من إخواننا يتحدثون عن أسباب الثبات فقط ولا يتحدثون عن العلة والمرض وهذا خلل في الطرح الدعوي وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أيها الأفاضل إن الطبيب إذا جاء إليه مريض ومصاب بارتفاع درجة الحرارة أو مصاب بالحمى نعم يعطيه مسكنات نعم يعطيه ذلك لكن في نفس الوقت يبحث الطبيب
عن سبب ارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان من احتقان أو من ميكروب في المعدة أو غير ذلك، ليبحث عن العلة والمرض ويعالج المرض، وإلا فلا. وإلا فلا. ولاعب الكرة حينما يريد أن يخوض في مباريات يتدرب تدريبا شديدا ويحافظ على لياقة شديدة للخوض في هذه المباريات. وعلماؤنا من أهل العلم والدعاة إذا تحدثوا عن رمضان انصرفت الأذهان مباشرة على أعمال الجوارح والبدن، على قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى ذكر الله وعلى أذكار الصباح والمساء وعلى صلاة القيام وعلى صلاة التهجد إلى غير ذلك من أعمال البدن، ونسوا أن السبب الرئيسي وأن المشكلة الرئيسية في القلب. القلب هو الأساس، فأنت لم تنقذ نفسك ولم تنقذ قلبك قبل رمضان. أيها الأفاضل، إن سبب سقوط كثير من الناس بعد رمضان واضح وواحد، أنك لم تحافظ على لياقة قلبك. بمعنى أن القلب هذا يكون فيه رصيد من الإيمان ضعيف، فأنت تحمل بدنك. ذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر الله كثيرا، وتحمل بدنك صلاة ونصلي كثيرا، وتحمل بدنك قياما صلاة قيام ونقوم كثيرا، وتحمل بدنك قراءة القرآن وتقرؤون كثيرا، لكن تسحب هذا الرصيد من القلب أو هذا الرصيد القليل من القلب إلى البدن، فأنت الآن اعتمدت على قلب خاو خرب من الإيمان. وكما علمونا قديما المسألة ديون، بمعنى حضرتك تذهب إلى العمل فتطبق عملك يوما أو يومين فلا تنام، فحينما تذهب إلى بيتك تعوض النوم الذي فاتك في الليالي والأيام السابقة، فأنت بذلك لم تحافظ على لياقة قلبك وحملت البدن أعمالا في الصلاة والذكر وقراءة القرآن الكثيرة، فسحبت هذا الرصيد من القلب فوقف القلب خاليا فسقط البدن وسقط القلب بعد رمضان. هذا هو الأساس وهذه العلة، أن القلب يسقط وهو الأساس. وإنما تعلم إنما يوزن المرء بقلبه، فاعتمدت أنت على البدن وأقام البدن والقلب غير مؤهل لهذا ولم تنقذ نفسك قبل رمضان فسقطت بعد رمضان، لأن البدن يعوض ما فاته من نوم إلى غير ذلك وتعب بعد رمضان. فلو توازى الإيمان في القلب مع الطاعات والعبادات لاستمرت على الطاعة. هذا هو المقصود. سوء سقوط المسلمين بعد رمضان بسبب هذا. ثم أنتقل بحضراتكم عن أسباب أو عوامل الثبات على الطاعة بعد رمضان، وستعجبون إذا ذكرت لحضراتكم بأن أول سبب من أسباب ثباتك على الطاعة بعد رمضان أن لا ترى لنفسك فضلا، وأن لا ترى عملك وأن تقال عملك، وأن تطلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. فأنا لم أخرج من بيتي ولم آتي من مكاني ولم آتي من محافظتي إلى هنا إلا بعون الله وبتوفيق الله، ولم أخرج كلمة لحضراتكم إلا بتوفيق الله وبعون الله، ولم أقرأ آية من كتابي إلا بتوفيق الله وبعون الله. أن تطلب المدد والعون من الله بالتثبيت على الطاعة، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحتاج نفسه إلى التثبيت. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. فأن تطلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى بالتثبيت على الطاعة. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. يا من قبة جميلة، والله إنه لا يحبك. فيقول معاذ رسول الله:
والذي نفسي بيده، والله إني لأحبك يا رسول الله. فقال رسول الله لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة قوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن تطلب المدد والعون من الله، إذ لا حول لنا ولا قوة إلا بالله جل جلاله. الله عز وجل هو الذي يوفقك، وإن خذلت فالله عز وجل هو الذي يخذلك. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. أن تطلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من عوامل الثبات على الطاعة القصد والاعتدال، أن تكون معتدلا في طاعتك. فربما تخرج من رمضان وكنت معتاد على أن تقرأ 3 أجزاء من القرآن في رمضان، فتقرأ 3 أجزاء من القرآن في غير رمضان، فلم تقتصد أنت ولم تعادل هذا مع عملك ومع بيتك ومع التزاماتك، فتسقط تماما. ودائما يقول علماؤنا: قليل دائم خير من كثير منقطع. فإن حافظت أنت على جزء واحد في القرآن أو نصف جزء في القرآن وجعلت تستمر على هذا، هذا أفضل من أن تقرأ مرة مثلا ختمة بعد رمضان وتصمت وتسكت وتترك كتاب الله عز وجل. القصد والاعتدال في الطاعة، لأنك تعامل نفسا بشرية ربما تسأم منك، فالاقتصاد والاعتدال. ولما جاء 3 وقت في الصحيحين من حديث أنس، لما جاء 3 وقت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنهم يتقلون عمله، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أوقد بالليل، يعني لا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر كاملا ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم قلتم كذا وكذا، أما وإني أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص حينما تزوج زوجته في ليلة الزفاف، وفعل ذلك ولم يكن عنده قصد واعتدال، فوجهه النبي. فحينما دخل على زوجته وقال: أحضري ماء قليل من الماء أتوضأ أصلي ركعتين خفيفتين، يبدأ حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى. فصلى ركعتين خفيفتين من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. أنت متخيل رجل يعني في ليلة زفاف، الليلة التي يحلم بها أي شاب، يصلي من بعد العشاء إلى قبيل الفجر، يعني ركعتين خفاف كده مش تقال زي اللي احنا بنصليه، تمام؟ فظل يصلي إلى قبيل الفجر، وعوزته تنام وتقوم وتنام وتقوم، فاستيقظت فقالت له: يا عبد الله الفجر الفجر. فقام واختصر في الصلاة، قال: أحضي طعاما قليل من الطعام أتسحر، أصبح صائما. يعني من غير حلف لو حدث ذا هذا في مكانكم الكريم كانوا علقوه، تمام؟ تاني يوم أفطر، ظل يصلي من بعد العشاء إلى قبيل الفجر، لها الفجر الفجر. فقام واختصر في الصلاة، أحضي طعاما قليل من الطعام أتصحى، أصبح صائما. 3 أيام لم يفعل شيئا. فجاء عمرو بن العاص يتخول كنته، زوجة ابنه وابنه مش موجود، فدخل فقال لها: كيف حال عبد الله ابني معكم؟ فقالت المؤدبة المهذبة: نعم الرجل لربه. مؤدبة ما فضحتوش، نعم الرجل لربه، لم يكشف لنا كنفا. ففهمها عمرو بن العاص وكان من أذكياء العرب، فقال لابنه: يا بني أزوجك فتاة من أفضل نسب قريش، تظل معك 3 أيام لم تكشف لها كنفا؟ قال: عند عذر. قال: قل. قال: يا أبتاه، حينما كنت في ليلة الزفاف دخلت في القرآن فأخذتني لذة القرآن فنسيت الدنيا. قال: في ليلة الزفاف؟ قال: نعم. قال: في ليلة الزفاف؟ قال: نعم. قال: والليلة الثانية؟ قال: أخذتني آية الجنة فنسيت زوجتي والدنيا وما فيها. قال: والثالثة؟ قال: قرأت آيات النار فانطفأت شهوتي. قال له: والله لا أشكونك إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله، فقال له رسول الله: كم تصوم يا عبد الله؟ قال له: أصوم الدهر كل يوم بصوم. قال له: صوم يوما وأفطر يومين. قال: لا أطيق أفضل، يعني في الطاعة وفي العبادة، تمام، أطيق أفضل.
قال صم يوما وأفطر يوما، قال لا أطيق وأفضل، قال ليس هناك أفضل من ذلك، أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سأله بيقول له يا عبد الله في كم تقرأ القرآن؟ بتختم المصحف كل قد إيه؟ قال له كل يوم، يعني بيقرأ 15 جزء بالنهار ويقيم الليل بين يدي الله بنصف القرآن. إذن فامنع جفونك أن تذوق مناما، وضع الدموع على الخدود سجاما، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختصهم خدام، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. قال اقرأ القرآن في 10 أيام، قال لا أطيق أفضل، قال قأه في 5 أيام، قال لا أطيق أفضل، قال قأه في 3 أيام، قال لا أطيق أفضل. فوجهه النبي لأنه كان مخالفا لهدي النبي، فقال يا عبد الله لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال. يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا يا أفاضل هو القصد والاعتدال في العبادة والطاعة، ثم بعد ذلك التنويع في الطاعة. أنت تعامل نفسا بشرية، قرأت القرآن وصلت الجزء، يعني شعوت بملل، اغلق المصحف، اخرج لزيارة مريض، اطعم مسكينا، زور امك، اذهب الى زميلك، زور اخا لك في الله، صلي ركعتين، جدد الوضوء، افعل اي شيء لتربية ابنائك، نوع الطاعة. فالنفس جموع، ربما وهذا معنى سياسة النفس الذي قالها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه، أن تسيس نفسك وكل أعلم بسياسة نفسه، فأن تنوع في الطاعة والعبادة. وما الدليل على ذلك؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ تقدموا إلى الأمام حتى يجلسوا إخوتي رحمكم الله، تقدموا إلى الأمام. من أصبح اليوم منكم صائمة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله من عاد منكم اليوم مريضة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نوع طاعة الصديق، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، هدم دولة الأصنام وأقام دولة الإسلام، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وعلى كل من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن عوامل الثبات أيضا صحبة الصالحين، أن إذا رأيتهم ذكرت الله. يعني تخيل أن محمد بن المنكدر كان يمشي في السوق، من إذا رآه ذكر الله. أنا عايز أفهم شكله إيه محمد بن المنكدر، طب ما تفاصيل وجهه؟ هناك أناس من الصالحين أنت معهم تحافظ على الصلاة، أنت معهم تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة، أنت معهم تحافظ على صلاة القيام، أنت معهم تحافظ على المكوث في المسجد، أنت معهم تحافظ على قراءة القرآن. صحبة الصالحين من الأخيار والأبرار الذين يعينوك على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصحبة السيئة التي تؤزك على المعاصي أزة. أيها الأفاضل، هذا هو سبب سقوط المسلمين بعد رمضان كما ذكرت، هذا هو سر السقوط. ثم عوامل الثبات من طلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، ثم بالتنويع في الطاعات، ثم بالقصد والاعتدال في الطاعات، ثم
ثم بصحبة الصالحين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فاجتهدوا في العبادة واستمروا في الطاعة والعبادة واثبتوا على الطاعة والعبادة بعد رمضان، وليعالج كل منا قلبه، يعالج كل إنسان منا قلبه ليعالج بعد ذلك الطاعة والعبادة. فجدوا واجتهدوا فإن الأمر جد، فليس من قام كمن رقد، وليس من عمل كمن سهد. ولو كان الإيمان بالثويا لتناوله رجال من فارس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فوالله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما أكل الأسد حتى افترس ووثب، وما مدح بالشجاعة عن تره إلا بعد أن عالج الأسنة فلقبوه بقسوة، وما مدح بالحلم الأحنف بن قيس إلا بعد أن عالج من الغضب كل غص. فاجتهدوا في الطاعة والعبادة بعد رمضان، فرب رمضان رب كل الشهور. رباه اقبل منا الصيام بشهره، رمضان لا حرمان فيه ولا سقم، واطرد وباء اغلقت جراؤه كل المساجد، واطرد وباء اغلقت جراؤه كل المساجد والحنين لا طام. يا رب لا تترك عبادك هكذا، يا رب لا تترك عبادك هكذا يتوسلون، يتوسلون ويحرمون من النعم. تالله يا رمضان عيشك طيب، تالله يا رمضان عيشك طيب، سيزول بأس الضر ينزاح الألم، نقوم ليلك في نقوم ليلك في المساجد خشعا، ونصوم قد غرب البلاء ونبتسم، وتعود أرض المسلمين طهورة، ويطوف أهل الله في صحن الحرام، ويطوف أهل الله في صحن الحرام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يثبت المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبتهم بتثبيتك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج الكروب، اغفر الذنوب، استر العيوب، يا علام الغيوب رب اغفر واصفح، اعف وتكرم، تجاوز عما تعلم، اللهم تجاوز عما تعلم، اللهم تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا سامع كل نشوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف. اللهم أبرم لأمة التوحيد والإيمان في فلسطين أما وجدك، يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على سيد الأمة. عباد الله، هذا الكلام حجة لكم يوم القيامة إن عملتم به، حجة عليكم إن لم تعملوا به. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ستذكرون ما أقول لكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.